وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله. أما بعد، اللهم فقهنا ونور أبصارنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وثبت أقدامنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد، وارحمنا وارحم والدينا وشيخنا وعلماءنا والمسلمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. ونحن في أركان الصلاة، فصل في أركان الصلاة. وقلنا أركان الصلاة على حسب هذا الكتاب عدها 18 ركنا، على اعتبار أن الاطمئنان عده ركنا منفصلا في أماكنه المختلفة كما قلنا، وعد كذلك بعض الأشياء التي قد يجمعها غيره. وأولها النية والقيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام، انتهينا منه، النية والقيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام. واليوم نبدأ في قراءة الفاتح، الركن الرابع قراءة الفاتح. يعني تقريبا احنا هنقول احنا النهاردة في قراءة الفاتحة من المغرب للعشاء، ازاي نقرأ الفاتحة، ايه شروط قراءتها، كيف تكون صحيحة، متى تبطل، لأنها أمر هام. يقول: والرابع قراءة الفاتحة أو بدلها لمن لم يحفظها فرضا كانت الصلاة أو نفلا، يعني بقرأها في الفريضة أو في النافلة. وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها كاملة، يعني لازم يقرأ الفاتحة كاملة. ومن أسقط من الفاتحة حرفا أو تشديدة أو أبدل حرفا منها بحرف لم تصح قراءته ولا صلاته إن تعمد، وإلا وجب عليه إعادة القراءة، ويجب ترتيبها بأن يقرأ آياتها على نظمها المعروف، يعني لازم يقراها مرتبة، ما يقولش آية في الآخر وبعدين آية في الوسط وبعدين آية في الأول وبعدين يرجع يكمل بين السطور، ما ينفعش، لازم مرتبة. ويجب أيضا موالاتها، وتبقى ورا بعضها، ما يقطعهاش بذكر ولا بأي انشغال آخر ولو حتى طول صمت، يبقى لازم الموالاة، يدوب بقدر ما يبلع ريقه ياخد نفسه وينطلق في الآية التي تليها، وهكذا. بأن يصل بعض كلماتها ببعض من غير فصل إلا بقدر التنفس، فإن تخلل الذكر بين موالاتها قطعها. فإن عطس مثلا أثناء قراءة الفاتحة فقال الحمد لله قطع قراءته، لازم يعيدها من أول وجديد، يبقى لو عطس يعطس وياخد نفسه ويستمر في قراءته كالعادة. أو مثلا سمع واحد خارج الصلاة بيتكلم بيقول قال سيدنا محمد، فراح هو قطع الفتحة وهو في الصلاة بتاعته وقال صلى الله عليه وسلم، يبقى قطع قراءته ويعيدها من أول وجديد، ما ينفعش، فهم؟ يبقى لازم الموالاة كله ورا بعضه لا يقطع، إلا أن يتعلق الذكر بمصلحة الصلاة. الحالة الوحيدة اللي يقطعها بذكر لمصلحة الصلاة أن يكون مأموما والإمام خلص الفتحة فعايز يقول أمين مع الإمام، فيقول آمين ودي لا تقطع، وبعدين يكمل ما وقف عليه في قراءته هو، لأن المنفرد يقرأ أيضا، فإذا كان بيقرأ مع قراءة الإمام، الإمام بيقرأ وهو بيقرأ في الفتحة، فقال الإمام هيخلص قبله، عايز يقول أمين ورا الإمام، يقطع قراءته ويقول آمين وبعدين يرجع يكمل. دي الحالة الوحيدة التي لا تقطع قراءة الفاتحة، لأن ده ذكر لمصلحة الصلاة. فإن تخلل الذكر بين موالاتها قطعها، إلا أن يتعلق الذكر بمصلحة الصلاة كتأمين المأموم في أثناء فاتحته لقراءة إمامه، فإنه لا يقطع الموالاة. وحالة من جهل الفاتحة، واحد ما جاهل الفاتحة لا يستطيع قراءتها، حديث عهد بإسلام، لغة غير عربية، شيء من هذا، وتعذرت عليه لعدم معلم مثلا وأحسن غيرها، لكن هو حافظ كل والله واحد حلو قوي، يوم يقعد يكررها بقدر الفتح،
وأحسن غيرها من القرآن، وجب علي 7 آيات متوالية عوضا عن الفاتحة، أو متفرقة لو مش حافظ آيات متوالية يقرأها متفرقات. فإن عجز عن القرآن بالكلية، مش حافظ حاجة في القرآن خالص، أتى بذكر بدلا عنها بحيث لا ينقص عن حروفها. حروف الفاتحة حوالي 155 آية حرف، 155 حرف إذا اعتبرنا مالك يوم الدين بغير ألف، وإذا اعتبرنا مالك يوم الدين بألف يبقى 156. يبقى لو جاب ذكر يجيب ذكر ويكرره بعدد حروف الفتح بحيث لا ينقص عن حروفها. فإن لم يحسن قرآنا ولا ذكرا، لا بيحسن لا ذكر ولا قرآن ولا حاجة خالص، نقول له طب قف بقدرها، قف بقدر الفاتحة. وقف قدر الفاتحة. وفي بعض النسخ وقراءة الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية منها. نقرأ بقى إيه كلام الشيخ البيجوري فيما قرأناه في المتن والشرح. يقول الشيخ إبراهيم البيجوري: قوله قراءة الفاتحة أي حفظا أو تلقينا أو نظرا في المصحف ونحو ذلك، ولو بواسطة سراج لمن في ظلمة وتوقفت قراءة الفاتحة عليه. يبقى يقرأ الفاتحة من حفظه، أو يقعد واحد يلقنه آية آية جنب، قول له أنا هبتدي الصلاة أهو خليك جنب، أول ما أقول الله أكبر قول لي إيه الفاتحة آية آية واديني فرصة أقول وراك، يبقى ده بيلقنه كويس. دي طريقة. أو نظرا في المصحف، أو يفتح المصحف على الفتح قدامه ويبص ويقرأ، أو في صحيفة يقرأها، أو نحو ذلك، ولو بواسطة سراج يعني ينور نور في حجرة، لو أظلم النور لا يرى القراءة، يبقى برضو يصح قراءته. أو بواسطة سراج لمن في ظلمة وتوقفت قراءة الفاتحة عليه، يعني على وجود النور يعني. وتجب الفاتحة دي قراءتها تجب في كل ركعة سواء الصلاة السرية والجهرية، وسواء الإمام والمأموم والمنفرد، يبقى كله يقروه. لخبر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم المسبوق بجميعها، يعني إذا أدرك الإمام في الركوع يعني السبق بجميعها سقطت، مش كده برضو؟ لأنه هو مسبوق في الركعة دي بس، يعني إذا أدرك الإمام في الركوع سقطت عنه قراءة الفاتحة في هذه الركعة فقط، لورود ما يدل على ذلك من السنة. فإحنا خالفنا القاعدة لورود السنة أجزأت إيه على أن هذا المسبوق سقطت عنه الفاتحة لورود هذا. لو لم يرد كنا قلنا له ما أدركتش الركعة على حسب القاعدة كويس. نعم المسبوق بجميعها أو ببعضها يتحمله عنه إمامه كلا أو بعضا. ببعضها يعني إيه؟ يعني أنت جيت أدركت الإمام في واقف فقلت الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فرح قال الله أكبر وركع، وأنت لسه ما دخلتش في الفتح وخايف لو كملت الفتح يرفع، وأنت ما قصرتش يعني بعد تكبيرة الإحرام دخلت في الفتح على طول، ما ضيعتش وقتك في دعاء استفتاح ولا غيره، يبقى في الحالة دي يسقط عنك بعضه كمان وتركع على طول وتترك ما أنت فيه، ويكفيك ما قرأت من بعضها والبعض الآخر يتحمل عنك إمامك كويس. هذه معنى أو ببعضها يتحملها. ما احنا قلنا احنا ملناش دعوة الإمام هيستنى بين الفتحة والسورة ولا مش هيستنى، انا هقرأ الفتحة سواء الإمام بيقرأ وما بيقراش حتى أثناء قراءة الإمام لأنها فرض علي. يبقى أنا بقى مش منتظر الإمام يسكت لي. الشافعي ده ما بينتظرش الإمام يسكت أصلا، يعني بيقرا الفاتحه، في ائمه ملكيه يقرا الفاتحه يقول امين يدخل في السوره ما يسكتش، ملكيه كده خلاص. انا مالي، انا شافعي بصلي ورا امام اي مذهب في المذاهب، انا هقرا الفاتحه هقرا الفاتحه حتى اثناء قراءته، حتى اثناء قراءته، لان انا منشغل بايه؟ منشغل بفرض بواجب عليا والا صلاتي تبطل، فهمت؟ بس انا هقراها هقراها، الشافعي ده هيقراها يقراها لو فيها ايه، محدش هيمنعه من قراءه الفاتحه، فهمت ازاي؟ أثناء ما الإمام بيقرأ، أثناء ما الإمام يبلع ريقه، أثناء قراءة الإمام يسابق الإمام بيها، كل ده صح.
لا ما ينتظرش كمان، اول ما هو يقول الله اكبر والامام قاعد مشغول في دعاء الاستفتاح هو يشغل في الفتح كمان، يقراها قبل امامه يجوز. واضح الحكايه سهله، يعني انت هتقرا الفتح هتقرا الفتح، دي مسؤوليتك. واضح الكلام؟ يبقى الامام هيسكت مش هيسكت، مش هقعد انا اجرب نفسي، انا الحق نفسي واشتغل على طول، مش هقعد اجرب ده الامام ده نوعه ايه، ده من اللي بيسكت ولا ما بيسكتش. كويس، اذا كنت انت عارف ان هذا الامام بتصلي وراه على طول زي امام بجوار بيتك وعارف انه بيصمت يبقى اعمل كده، انما انت بتصلي ورا امام اولا عارف انه ما بيسكتش ورا بعضه يبقى اقرا على طول، او انت ما صليتش معاه قبل كده فما تعرفش، فلك ان تقرا مع كل ايه هو بيقولها تقول وراه. ممكن مش هو بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ويسكت لحظه، انت قول بسم الله الرحمن الرحيم في لحظه السكوت، الحمد لله رب العالمين يسكت لحظه، قول انت الحمد لله رب العالمين، بحيث تخلصوا مع بعض. سهله يعني الحكايه سهله، فيهاش اشكال. بعد ما تخلص قراءه الفاتحه يبقى عليك تنصت لقراءه الامام، انما ما عندكش وقت تنصت لقراءه الامام طالما لسه ما قريتش الفاتحه. فهمت ازاي؟ ما دخلش، ما توجهش اليك الامر بالانصات الا بعد قراءه الفاتح بتاعتك. نعم، المسبوق بجميعها يعني بجميع الفاتحة أو ببعضها يتحملها عنه إمامه كلا أو بعضا إن كان أهلا للتحمل، إن كان هذا الإمام أهلا للتحمل، يعني يكون الإمام يكون قارئ مش أمي، لأن القارئ إذا صلى خلف الأمي هذا الإمام لا يتحمل عنه قراءة الفاتحة. فهمت إزاي؟ إذا كان هذا الإمام أهلا للتحمل، فانت القارئ والامي، يعني الام الذي لا يعرف احكام الصلاه وصلى بالناس امام ده اسمه امي، حتى لو معاه دكتوراه في من كليه العلوم او كليه الهندسه او كليه الطب، لكن لا يعرف احكام الصلاه، تيجي تقول له اركان الصلاه ما يعرفش، انواع النجاسات ما يعرفش، اركان الوضوء ما يعرفش، وبعدين صلى امام بالناس عشان راجل وجيه بقى وصاحب منصب رفيع فقدموه، هذا امي. فهمت ازاي؟ لانه لا يعرف احكام الصلاه فلا يتحمل عنك القراءه ده. فهمت؟ قد تكون قراءته اصلا مش صحيحه، وقد تكون صلاته غير صحيحه لنفسه اصلا. فهمت؟ لكن القارئ، القارئ اللي هو يعرف احكام الصلاه، مش شرط يبقى بيقرا ويكتب، يعني يعرف احكام الصلاه ويعرف احكام القراءه. انت في الحاله دي لو عارف ان امي اصلا ما تنويش وراه، لان صلاتك وراه باطله، وعندنا من ضمن اسباب نيه المفارقه ان تكتشف ان الامام اللي انت بتصلي وراء امي، يعني جيت نويت فلقيته بيقرا الفاتحه ما بيراعيش التشديدات اللي فيها، الفاتحه فيها 14 شد، او بيقول لك الذين انعمت عليهم، الذين ما تنفعش دي، لان دي زين تغير المعنى الثانيه، الذين انعمت عليهم، الذين ذال. فهمت ازاي؟ يقول الذين أنعمت عليهم، تقول له أنعمت ترده ما يعرفش الفرق بين أنعمت وأنعمت، مصمم أنعمت بالضم كده، أو أنعمت عليهم لأنه بيكلم واحدة ست، ما ينفعش برضه القراءة تغير المعنى. يبقى أنا اكتشفت على طول من قراءته إن ده أمي، أروح ناوي المفارقة في قلبي واستمر في صلاتي، أخلص صلاتي أنا وأمشي، أنا بقى أروح وما أجيش الجامع ده تاني، أو أتصرف معاهم وأقول لهم ما تقدموهوش تاني أو أي حاجة بقى، أو أخده بيني وبينه أعلمه واقول له المهم اتصرف ما خلوه. تنوي المفارقه وتصلي لوحدك صلاتك هتبقى بطله. لكن على اي حال احنا لم نجد مثل هذه الاحوال، الحمد لله صلينا وراء كل الناس، الحمد لله كل الناس بتقرا الفاتحه قراءه معقوله، كل الناس الحمد لله بفضل الله، الا النادر القليل يمكن مرتين ثلاثه في عمري كله اللي نويت المفارقه في حياتي اجل الفاتحه، فيعني سهله يعني. نعم، المسبوق بجميعها أو ببعضها يتحمل عنه إمامه كلا أو بعضا إن كان أهلا للتحمل. وشروط الفاتحة 11، 11 شرط تراعيهم لما تيجي تقرأ الفاتحة علشان تبقى قراءتك صحيحة. أن يسمع نفسه، يبقى لازم يحرك لسانه ويسمع نفسه، ما فيش حاجة اسمها الله أكبر ويقف كده ساكت وبيجريها على قلبه وهو أصلا صحيح اللسان وصحيح السمع، ما ينفعش دي مش قراءة، لأن الرسول قال لا صلاة لمن لم يقرأ، والقراءة عند العرب هي تحريك اللسان والشفتين بصوت يسمعه نفسه على الأقل، ده تعريف القراءة، ما
والنبي عربي بيكلم عرب صلى الله عليه وسلم، فلما يقول لما يقرأ بأم الكتاب يبقى خلاص. لما قال له اقرأ باسم ربك عمل النبي، قال وراه بلسانه ولا قال بقلبه وسكت؟ ام سيدنا جبريل بيقول له ليه ما بتقولش؟ بيقول له ما انا بقول بقلبي، ما قالش كده. يبقى اقرأ معناه حرك لسانك وشفتيك وتسمع نفسك، مش كده برضو؟ على الاقل اذا كانت سريه، واذا كانت جهريه تسمع من بجوارك. يبقى اول شرط ان يسمع نفسه ان كان صحيح السمع ولا لغط، ولا لغط وما فيش دوشه حواليه يعني. يسمع نفسه اذا كان سمعه صحيح وما فيش دوشه، لانه ممكن يكون بيقرا قراءه يسمع نفسه بس الدوشه اللي حواليه مخليه مش سامع، لكن هو قراءته صحيح. وان يرتب القراءه، الشرط الثاني ان تبقى قراءته مرتبه ورا بعضها مرتبه، مش يقراها بالعكس، فاهم؟ يبقى لازم يرتب القراءه. الشرط الثالث ان يواليها، يوالي يعني ورا بعضها، الموالاه يعني ورا بعضها، ما يفصلهاش باي ذكر ولا بطول صمت ولا اي حاجه من دي. جات له ساعه لا شرق او قاعد يكح جامد مده طويله ويبلع ريق وطلع المنديل نف وطال الفصل، يعيدها من اول وجديد لانه طال الفصل، فاهم؟ يبقى لازم الموالاه. وان يواليها وان يراعي حروفها وتشديداتها، الخمسة يراعي حروفها وتشديداتها. حروفها زي ما قلت لك اللذين، ما يقولش اللذين، ما يقولش المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم بالهمزة كده، لا ما ينفع، لازم المستقيم بالقاف، فهم؟ صراط الذين يقول كده، يبقى ياخد بال، يبقى لازم يراعي حروفها وتشديداتها. الأربع عشر، ايه ال 14 شده بقى اللي في الفاتحه؟ كانوا زمان في الازهر اما يجوا يمتحنوا الطلبه يقول له طب قول لي يا ابن ال 14 شده اللي في الفاتحه، ما يعرفش يعدهم، يقول لك انت ما تعرفش تصلي اصلا صلاه صحيحه، ازاي هتبقى شيخ؟ يمسكوا يبكتوا 14 شده في الفاتحه. عد معايا، بسم الله اول شده في لفظ الجلاله الله، الثاني شده الرحيم الرحمن الرحيم، ادي ثلاثة، ثلاثة في البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الرابعة جت ايه؟ الحمد لله رب العالمين، شدة الباء في رب العالمين، يبقى كده خمسة، مش كده برضو؟ الرحمن الستة، الرحيم السبعة، مالك يوم الدين التامنة في الدين، الدال بتاعة الدين، مش كده برضو؟ إياك نعبد وإياك نستعين، يبقى كده عشرة. اهدنا الصراط الصاد المستقيم، صراط الذين اللام بتاعة الذين، يبقى كده 12 شد، فاضل ال 14 اتنين، صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اتنين في الضالين، سهلة. يبقى كده تعدهم تلاقيهم ال 14 على اعتبار ان الذين اعتبرنا شدتها واحدة لانها مكررة، ولو عديناها الاثنين الذين هتبقى 15. ما خلاص سهلة، افتح المصحف ودور على الشدات هتلاقيه، سهلة. اهم شدات في الفتحة تضيع على القارئ العادي هي شدة اياك، إياك الضالين، بس دي أهم شدات، الباقيين كلهم الناس هتنطقهم، هتنطقهم لأنهم عرب ما يعرفش ينطق إلا الله بشدة كده، ما يعرفش إلا، ما يعرفش، فهمت؟ لكن عندك إياك نعبد إياك نستعين، دي ممكن تضيع منه، يقول لك إياك نعبد وإياك نستعين، هنا بطلت صلاته لأن غير المعنى، وإن قصد المعنى كفر، لأن الإياك هو الضوء، واضح؟ يبقى إياك نعبد وإياك نستعين، والشدتين بتوع الضالين، عشان كده يقول لك خد بالك من أربع شدات، هم 14 سيد بس خد بالك من الأربعة دول، هم دول اللي بيطيروا من العامي، العامي اللي هو ما حدش ما تعلمش على الشيخ يعني، ما تعلمش القراءة على الشيخ، ده اسمه العامي. الضالين، يقول لك الضالين، الضالين، الضالين كده قراءة باطلة، قراءة ايه؟ لازم الضالين.
عليٍ. خدت شدة الضاد وشدة اللام، سهلة كده. وتشديداتها 14، وألا يلحن لحنا يغير المعنى، زي أنعمت عليكم، أنعمت ده لعن لحن يغير المعنى، فهم؟ لكن لو قال إياك نعبد ما يضرش، بس حرام، لكنه صلاته صحيحة لأنه مش هيغير المعنى، فهم؟ كسر الباء بتاع نعبده بدل ما ضمه، نعبده نعبده، فهم؟ أو ده لحن بس لا يغير المعنى، ده مكروه قد يصل للحرمة لكن لا تبطل صلاته. لكن لو قال أنعمت غير المستقيم يبقى برضه ما ينفعش، لأن في ناس فاكرة إن أي قاف يعملها همزة، زي بنتي أية كاتبة إيه؟ أنت مسقولة على مسؤولة، فاكرة مسؤولة دي كانت أصلها قاف، فكاتبة كده أنت مسقولة بالقاف، فاهمة إن دي همزة بنطقها بالعامية يعني إن هي أصلا قاف، فما ينفعش، خدت بالك؟ زي في الجيش بيقول له اسمك ايه يا ولد؟ قال له قاسم، راح ضربه بالقلم، قال له القاسم، فقام قال له اسمك ايه يا ولد؟ قال له قاسم، قام اللي جنبه بيقول له اسمك ايه يا ولد؟ قال له احمد، خايف يتضرب بقى. فالواحد ياخد بال، واخد بالك من الحاجات دي. والا يلحن لحنا يغير المعنى، كويس؟ ادي الستة. وألا يقرأ بقراءة شاذة مغيرة للمعنى، يعني ما يقراش الفتحة بقراءة تكون شاذة وردة أحد، واخد بالك تغير المعنى برضه. وألا يبدل لفظا بلفظ آخر، زي ما قلت لك الذين المستقيم دي بغير المعنى، غير لفظ تاني خالص. وألا يبدل لفظا بلفظ آخر، وأن يقرأ كل آياتها ومنها البسملة، لازم يقرأها كل آيات ومنها البسملة، وأن يقرأها بالعربية دي العشرة، وأن يقرأها بالعربية ولا يترجم عنها لفوات الإعجاز فيها ومثلها بدلها إن كان قرآنا، بخلاف ما لو كان ذكرا أو دعاء فيترجم عنه عند العجز عن العربية. يعني لو كان حيقرأ بدلها ذكر لأنه مش حافظ قرآن خالص، له أن يقرأ ويقرأه مترجما بغير العربية لكمال عجزه عن عن الفاتحة أو بدلها تماما أو أي ذكر حتى بالعرب. والحادي عشر، وإيقاعها كلها في القيام أو بدله، أو بدل القيام، لأنه قد يستبدل القيام بالقعود لعدم القدرة، مش كده برضو؟ أو الاضطجاع لعدم القدرة، يبقى في الحالة دي لازم يقرأها في حال القيام أو بدل القيام. يبقى كده خلصنا ال 11 شرط للفتح. فائدة: ما قرأت فاتحة الكتاب على وجع، لأن يسموها الشافية مش كده برضو، يسموها الراقية رقية، وما أدرك أنها رقية، مش الرسول قال له كده لما قرأ؟ يبقى هي راقية برضو. ما قرأت فاتحة الكتاب على وجع 40 مرة إلا ذهب. دي تجارب الصالحين بقى. الشيخ البيجوري عايز يجيب لك حاجة كده فوائد في وسط الكلام ملهاش علاقة بالصلاة، يعني دي إجابة يعني، بتقول لك ايه يعني بالمناسبة، يعني طالما هو بيتكلم على الفتحة فبالمناسبة يجيب لك شوية فوائد كده. ما قرأت فاتحة الكتاب على وجع 40 مرة إلا ذهب، ولها نحو 30 اسما كالفاتحة والشافية والكافية وأم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني، لها أسماء كثيرة. وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، كثرة أسماء، لأن الفتحة نزلت مرتين مدنية ومكية، يعني هي تمتاز بهذا الفاتحة دون عن سائر سور القرآن، نزلت مرتين في المدينة وفي مكة، مدنية ومكية. وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى غالبا. ليه قال لك غالبا؟ لأن أحيانا لا تدل على شرف المسمى. الخمر عند العرب ليها أسماء كثيرة قوي، عشان كانوا يحبوها قوي قبل الإسلام فسموها أسماء كتير، وكثرة أسماء الخمر لا تدل على شرف المسمى اللي هو الخمر يعني، عشان كده قال لك غالبا لإخراج بعض الأشياء القبيحة التي كانت لها أسماء كثيرة عند العرب وجاء الإسلام بقبحها، فيقول لك غالبا عشان يحترز. وأسماء السور توقيفي، أسماء السور في اجتهاد، يعني ممكن نيجي كده نجتهد ونسمي السور أسماء جديدة،
عشان ايه؟ يعني نجدد الخطاب الديني، ما ينفعش توقيفية يعني، لازم عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا عن الصحابة، ولا نيجي نسمي الفاتحة مثلا اي حاجة تانية، نقول مثلا سورة اياك نعبد، ما ينفعش. سورة الصراط المستقيم ما ينفعش، لان دي اسماء توقيفية، فما يجيش واحد يطلع لنا قرآن ويعلمون لنا السور بعناوين جديدة. هذه معنى توقيفي، يعني غير قابل للاجتهاد. وإثبات أسمائها في المصحف من بدع الحجاج، يعني أسماء السور توقيفي، لكن ما كانش المصحف الأصلي الأم بتاع سيدنا عثمان كان كاتب أسماء السور في المصحف، لكن الصحابة عارفين إن دي السورة دي اسمها الفاتحة، السورة دي اسمها البقرة، السورة دي اسمها العمران، لكن ما كتبش سيدنا عثمان في مصحفه الأم عنوان اسم السورة في كل إيه، وده الحجاج هو اللي نصح به، فقالوا من بدع الحجاج يعني مستحدثة، ولكن العلماء استحق يعني فضلوها من باب إثبات العلم يعني. ما هو برضو الأرباع والأحزاب والأجزاء دي برضو من بدع الحجاج، هو اللي قسم الحاجات دي كلها، وبعدين بعد كده القراء استحبوها لأنها بتعين على تقسيم القراءة والمصحف وتقسيم الأوراد اليومية، لو عايز مثلا تقسم قراءتك أسبوعية تقسمها شهرية، تقسمها كل أسبوعين، تقسمها كل يوم هتقرأ قدر قد إيه، فبتعينك على هذا، أو تعين في الحفظ، تقوم تقدر تقسم حاجات وتحفظ وتجمع ده مع ده وتربط. وما يفعله الناس من قراءة الفاتحة إذا عقدوا مجلسا أو فارقوه غير سنة، يعني مش من السنة، يعني النبي ما كانش بيعمل كده، لكن ما قالش هنا بدعة، ليه؟ لأن قد يكون بيقرأوها للدعاء فتبقى جائزة. فهمت ازاي؟ زي ما بنبتدي احنا مجلسنا كده، زي كل مشايخنا اللي اتعلمنا منهم كانوا أول ما يبتدوا المجلس يقرأ الفاتحة. يقرأها ليه؟ لأنها دعاء. أنت بتطلب العلم، العلم ده هدفه إيه؟ أنك أنت يهديك للصراط المستقيم. فأنت بتطلب من الله أن يهديك للصراط المستقيم، ثم تجلس جلسة العلم. ففيها بركة القرآن، وفيها بركة الذكر، وفيها بركة الإيه؟ الدعاء وغير ذلك. لكن هل النبي كان يفعلها؟ ما كانش بيفعلها، يبقى هي بدعة من هذه الجهة. مش فهمت ازاي؟ النبي لم يفعلها، لكن كون النبي لم يفعلها مش معناها ايه ان فعلها قبيح. فهمت ازاي؟ لان الترك لا يدل على النهي، الترك لا يدل على النهي. السنه النبي صلى الله عليه وسلم كان لما ينصرف من المجلس يقرا سوره العصر، مش كده برضو؟ لان العصر فيها تواصي بالصبر وتواصي بالحق، فكانهم بينصرفوا على التواصي بالحق والتواصي بالصبر. والسنه قراءه سوره العصر لما فيها من التوصية بالصبر وبالحق وغير ذلك. يبقى احنا قلنا قراءة الفاتحة أو بدلها، أي بدل الفاتحة من 7 آيات أو 7 أنواع من ذكر أو دعاء بخلاف الوقفة بقدرها عند العجز عن ذلك، فلا تصح إرادتها هنا اللي هي الوقفة دي، لأن الوقفة دي مش بدل الفتح، فعلشان كده بيقول لك لا تصح، لأنه لا يصح تسليط القراءة على البدل بمعنى الوقفة المذكورة، ولو حذف أو بدلها لكان أولى، لأنه يغني عنه قوله الآتي اللي قايل بعد شوية ومن جهل الفاتحة إلى آخره، فكان الأحسن ما يقولش بدلها هنا يعني، إلا أن يجاب بأنه تفصيل لذلك، إلا أن يجاب بأن الكلام ده تفصيل لإيه للشرح يعني، مع أنه زاد فيه شيئا وهو الوقوف بقدر الفاتحة. نعم لو أخره عن قوله وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها لكان أولى. يبقى الفاتحة يقرأها مين؟ أو يقرأ بدلها مين؟ لمن لم يحفظها، البدل لمن لم يحفظها. أي ولم يجد ملقنا يلقنها له، ولا مصحفا يقرأها فيه، أو نحو ذلك. وعلشان كده أجاز الشافعية قراءة السورة من القرآن من المصحف كده في أثناء الصلاة. أجازوها الشافعي لمن لا يحفظ كثيرا وعايز يطول القيام، فلو أن يقرأ من المصحف الشافعي أجازوا ذلك. الأحناف قالوا لا، طالما هو يحفظ قدر يسير من القرآن يصحح حاجته خلاص ولا يقرأ، لأنه هينشغل بالقراءة وتقليب الصفحات، ودي حركات زائدة وهتؤثر على خشوعه. فالأحناف لا يجيزون القراءة من المصحف إيه طالما أنت بتعرف الفاتحة وبتعرف قدر من القرآن ولو يسير. عايز تقرا زياده بقى اقرا بعد بره الصلاه.
او احفظ طول اليوم وصلي باللي انت حفظته في الصلاه. وانا احب مذهب الاحناف بالرغم ان انا شافعي وافتي بيه في هذا الزمان. لسبب ايه؟ لان هذا هيشجع الناس على حفظ القران. انما ما تيجي تقول للناس خلاص صلي واقرا من المصحف، هتبص تلاقي الائمه حتى اللي كانوا حافظين قران في التراويح ما بيراجعش قرانه طول النهار عشان هيصلي بالناس بالليل. ليه؟ لانه هيفتح المصحف قدامه يوم يتعلم التنبله، والتنبله تورث نسيان المصحف، وتلاقي بعد كده حفاظ القران متنبلين ومش حافظين، نسيوه. مش ده اللي بيحصل؟ هيبقوا تنبله. انما ما تقول له على مذهب الاحناف لا، لازم تقف تقرا من قلبك، مفيش حاجه اسمها تفتح من المصحف. وهو عايز يختم القران في الصلاه في التراويح لانه ملزم قدام الناس. يقوم يعمل ايه طول النهار؟ يقعد يراجع يراجع يراجع. يبقى كده ثبتنا الحفظ عند حفاظ القران. فهمت؟ وبعدين مش كده وبس، وانت اما بتصلي خلف امام بيقرا من قلبه من حفظه، بيبقى الصلاه ليها روح ثانيه. انت نفسك تجربها، تبقى الصلاه نفسها ليها روح ثانيه. ثانيا لما تيجي بتتفتح نفسك انك تبقى زي الامام، تقول يا سلام ايه ده الراجل ده حافظ حلو قوي، والله لا احفظ زيه، ده انا كنت حافظ ونسيت. يوم يجي لك همه بعد ما تصلي خلف هذا الامام انك تراجع اللي كنت حافظه ونسيته، وانك انت تحفظ الجديد. فتبص تلاقي تنتشر همه حفظ القران تاني في الامه. والشباب الصغير يجي يلاقي الامام ده سنه صغير والناس مقدمينه، واخد بالك؟ وليه مقدمينه؟ عشان حافظ القران. يقوم هو كمان يروح للشيخ يحاول يحفظ القران، يقول لك عشان اما اكبر ابقى زي الشيخ ده اعرف اقرا كده وهكذا. تبص تلاقي يحصل توريث حفظ القران في الامه ويستمر. انما لو حطينا كل محراب حطينا حامل وحطينا مصحف كبير والامام يقول الله اكبر ويقعد يقرا، طب ما كل واحد بقى هيعمل كده، لدرجه ان الناس يقول لك طب انا اصلي ليه في الجامع؟ ما انا عندي حامل وعندي المصحف وبعرف اقرا، اروح بقى اصلي في بيتي. وده للاسف يعني بينبني عليه مشاكل على المستوى العام من قله حفظ القران ونسيان القران للحفاظ. فلا ننصح بمذهب الشافعيه ايه الان، ولكن ننصح الان بمذهب الاحناف. علشان كده احنا ما نحبش اللي يقرا، لكن صلاته صحيحه، صلاته صحيحه، خد بالك مهمه دي. فتعبيره بالحفظ جرى على الغالب، يعني قال لك من حفظه ده على الغالب، لانه ممكن يبقى غير الحفظ بالتلقين او بالقراءه. او يقال مراده بالحفظ المعرفه، اي باي طريق من الطرق، فقوله لمن لم يحفظها اي لم يعرفها بطريق اصل. فرضا كانت الصلاة أو نفلا، يعني لازم يقرأ الفاتحة في الصلاة المفروضة والصلاة النافلة سواء بسواء. تعميم في وجوب قراءة الفاتحة، يعني قراءة الفاتحة دي عامة في كل صلاة، حتى صلاة الجنازة، حتى صلاة الجنازة عند الشافعية. يعني صلاة الجنازة عند الشافعية لازم تقرأ فيها الفاتحة وإلا تبطل. عند المالكية لو صلاة الجنازة كل التكبيرات قعدت تدعي للميت، صلاة الجنازة صحيح عند المالكية، تقول الله اكبر اللهم اغفر له وارحمه، الله اكبر اللهم اغفر له وارحمه، الله اكبر اللهم ثبته عند السؤال، الله اكبر اللهم ارحمه وثبته عند السؤال، السلام عليكم، تمت صلاه الجنازه عند الملكيه. كويس؟ لكن الشافعيه لا، قال لك صلاه الجنازه لازم من اركانها قراءه الفاتحه والصلاه على النبي بعد التكبيره الثانيه فيه، دي اركان. وبعد كده تدعو للميت ثم تدعو لسائر موتى المسلمين كالطريقه المعتاده اللي الناس كلها بيشرحوها للمصلين في صلاة الجنازة. إذا بيقول لك في ناس كبار بيتلخبطوا في الكلمات أما بيقروا بسبب كبر السن، خلاص ده عاجز بقى، أصابه العجز، فيبقى ده عجز عن قراءة الفاتحة، فيقعد بقى يعيد ويزيد، ويبقى ده نظامه ما تيسر من القرآن. كويس؟ بس ما يصليش بالناس إمام، بس نخليه صلاته كده صلاة لنفسه، لأنه عجز، إما جاله ذهول شيخوخة أو جاله زهايمر أو جاله فقدان ذاكرة أو أي شيء من هذا اللي بيحصل للإنسان. الإنسان مش يعني مش معصوم من هذا، كلنا معرضين، نسأل الله أن يسلمنا. وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، خد بالك الشافعية لازم يقرب بسم الله الرحمن الرحيم الجهر، جهرا في الجهر وسرا في السر، لأن لو لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ما قراش الفاتحة كاملة تبقى صلاته باطلة. كويس؟ لكن في مذاهب تانية زي الملكية قال لك ما يقراش بسم الله الرحمن الرحيم أصلا ولا في سره، الملكية كده ولا في سر. بقية المذاهب غير الشافعية زي الأحناف والحنابلة يقرأها في سره ثم يجهر بالحمد لله. كويس؟ كل مشايخنا اللي شفناهم حتى الملكية منهم كانوا يجهروا بسم الله الرحمن الرحيم، وخدوا مذهب الشافعي
ليه؟ قال لك خروجا من الخلاف، بدل ما تبقى صلاة صحيحة على مذهب بطلع على مذاهب. أنا أخرج من الخلاف وأقول بسم الله الرحمن الرحيم وخلاص، أنا هخسر حاجة؟ دول الملكية اللي إحنا صلينا خلفهم زي الشيخ إسماعيل صادق العدوي وغيرهم، يجهروا بسم الله الرحمن الرحيم خروجا من خلاف الشافعية. وبعدين أصل كمان القراء كلهم اللي بيعلموا الناس القراءة اللي هم أصلا أهل القراءة قالوا إيه؟ الجزري، محمد الجزري في طيبة النشر قايل إيه؟ قايل وكل، يعني كل القراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل في أول السورة بسملة. يعني بإجماع القراء ما فيش ولا قارئ من القراء في أول السورة لم يبسمل، والفاتحة دي من السورة يبقى لازم تبسمل في أول. كويس؟ يبقى حتى إجماع القراء أن البسملة تبدأ بها كل سورة. فهمت إزاي؟ حتى لو لم نقل أنها آية من الفاتحة لكن هيبدأها في الفتح. ما هو إلا بقى سورة التوبة هتيجي يعني. اه بس انا بنتكلم دلوقتي في الفاتح، في البسملة. ايه؟ الصحابة لما سألوا كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، كيف كان يقرأ؟ فقال كان يقرأ بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فقالوا ما قالوش البسملة. الشافعي قال لهم ده هم بيقولوا عنوان السورة، ما بيقولوش ان النبي ابتدى كده، ده بيقولوا عنوان السورة. لو قال كان يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم يبقى ما ادكش معنى. الامام الشافعي فهم ان ده عنوان، التانيين فهموا ان البداية كانت كده. كويس؟ فالامام مالك خد بهذه الاحاديث. وبعدين عمل اهل المدينة، ووجد كمان ان اهل المدينة في عصره كانوا لا يجهروا بالبسملة ولا ما يجيبوش سيرتها في الصلاة. فجاب ايه؟ عمل اهل المدينة مع إيه؟ مع الحديث ده، فمشى مذهبه على هذه القاعدة. وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، بل ومن كل سورة. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة ومن كل سورة، في بداية كل سورة. ده مذهبنا. إلا براءة، اللي هي إلا سورة براءة اللي هي التوبة، فليست آية منها، فتكره البسملة في أولها وتسن في أثنائها كما قاله الرملي. الإمام الرملي قال إن تكره إن تبسمل في أول سورة براءة اللي هي التوبة، ولكن لو هتبتدي من وسطها يسن إنك أنت إيه؟ تقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. في وسطها خلاص. لكن في أولها يكره، لا يحرم. ده كلام الرملي. وقيل تحرم، تحرم في أولها. وقيل تحرم في أولها وتكره في أثنائها كما قاله ابن حجر الهيتمي كابن عبد الحق والشيخ الخطيب. والشيخ الخطيب الشربيني وابن عبد الحق وابن حجر الهيتمي قالوا إنها تحرم في أولها وتكره في أثنائها. والرملي، إحنا عندنا كمصريين بنرجح لما يختلف الرملي مع ابن حجر الهيتمي نقدم ترجيح الرملي. الشافعية المصريين عندهم نظامهم كده، لأنه كان يسموا الرمل الشافعي الصغير، يسموه الشافعي الصغير من شدة تبحره في المذهب. والدليل على أنها آية من الفاتحة، ده دليل الشافعية أنها آية من الفاتحة، يقول لك أنه صلى الله عليه وآله وسلم عد الفاتحة 7 آيات وعدها آية منها. والدليل على أنها آية من كل سورة إلا براءة، الدليل الثاني بقى على انها آية من كل سورة، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على إثباتها في المصحف بخطه أوائل السور سوى براءة دون الأعشار وتراجم السور. فلو لم تكن آية من كل سورة سوى براءة لما أجازوا ذلك، إنها تتكتب بنفس الخط، بنفس خط المصحف في أول كل سورة بإجماع الصحابة في المصحف الأم. معلش، ما هو بيعتبروها جزء من الآية بقى. يعني هي آية منفصلة من الفاتحة واحد، وفي بقية السور جزء من آية. تقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، يبقى كده آية. خدت بالك؟ بقية السور كلها كده بقى. علشان كده قال لك الدليل على أنها من أول كل سورة إجماع الصحابة بإثباتها في المصحف من خط المصحف. أجمعوا على كده، ما خلوهاش بخط مختلف عن المصحف عشان يميزوها، لا. يبقى ده في حد ذاته دليل عندهم.
دون الأعشار وتراجم السور. فلم يثبتوا الأعشار اللي هي الأربعة والأشعار والأعشار والأثمان والأحزاب، ما أثبتوهاش في المصحف الأم، ولم يثبتوا أيضا تراجم السور يعني عنوان السورة دي سورة البقرة دي، يعني ما أثبتوش كده. فلو لم تكن آية من كل سورة سوى براءة لما أجازوا ذلك، ولو كانت للفصل كما قيل لثبتت في أول براءة ولم تثبت في الفتح، لأن الفتح أول القرآن. إذا قلنا للفصل طب هيحطها ليه في الفتح؟ ما فيش قبلها سور ده عشان كده. وبعدين لو كانت للفصل كانوا أثبتوها في براءة لأنها مفصولة بينها وبين الأنعام، يبقى مش للفصل. يبقى دليل أنها ليست للفصل بين كل سورة أنها أولا ثبتت في الفاتحة وليس قبلها سورة، وأنها لم تثبت في براءة وقبلها سورة، يبقى دي ليست للفصل. شو خد بالك، أدلة الشافعية مهمة. فإن قيل القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، بالتواتر يعني إيه؟ نقلا عن نقل، جمع عن جمع. والبسملة في أوائل السور لم تثبت إلا بالتواتر، هي حية لم تثبت بالتواتر. أنا عندي إلا دي زيادة. البسملة في أوائل السور لم تثبت بالتواتر. نجاوب نقول لهم إيه؟ لأن في زي نافع ما بيثبتش البسملة إيه في أول السور كتابة، كتابة وإن كان تلقينا آه، لكن في مصحف نافع ما بيكتبها شيل إلا. لم تثبت بالتواتر. أجيب جاوبنا نقول إيه؟ بأن محله فيما يثبت قرآنا قطعا أي جزما واعتقادا، أما ما يثبت قرآنا حكما أي ظنا وعملا فيكفي فيه الظن. وأيضا إثباتها في المصحف من غير نكير له حكم التواتر كالتواتر. كل ده رد للشافعية. فإن قيل من جانب من قال بأنها ليست آية من أوائل السور لو كانت قرآنا لكفرنا فيها، مع أنه لا يكفر. لكفرنا فيها يعني كنا سببا نكفروا فيها، أنه أنكرها أنها مش أنها آية. لكفرنا فيها ممكن برضه، لكفرنا فيها أحسن حطيتها أنا عندي هنا، أعملها بطريقة يبقى لكفرنا فيها أجمل. يعني الذي ينفيها لو قلنا أنها قرآنا، واخد بالك، وأنها ثبتت تواترا، يبقى اللي ينفي البسملة أنها ليست آية من كل سورة يكفر، وإحنا بالإجماع ما بنكفروش، حتى أنتوا يا شافعية ما بيرد علينا. كفر اللي بينكر حرف من القرآن بيكفر، كفر خارج من الملة طبعا. لو كانت قرآنا لكفرنا فيها، مع أنه لا يكفر، ده إجماعا لا يكفر، نافيها من أوائل السور يعني. نعارضه بالمثل، نقول له إيه؟ نرد عليه بالعكس، فيقال ولو لم تكن قرآنا لكفر مثبتها. أمال أثبتوها للصحابة، هيثبتوا غير قرآن في القرآن؟ شفت الشافعية ازاي قلبوا عليه الترابيزة؟ فدي مهمة، الشافعية بيعرفوا ازاي يردوا على طول، راح مسك انت قلبها عليه، هو بقى بيقول له الكلمة اللي ليها يكبسه خالص، راح قلب عليه الترابيزة، فاهم؟ عشان يروح. قال له انت بتقول يكفر نافيها واحنا ما بنكفرش نافيها، ولا انت ايها الخصم تكفر نافيها، فازاي تثبتها انها قرآن؟ نقول له ما احنا برضو لو قلنا كده لكفرنا مثبتها وقد اثبتوه. يبقى انت سيب دي بقى، هي تاخد حكم القرآني حكما لا قطعا، فاحنا بنديها حكم القرآن حكما لا قطعا، فهمت ازاي؟ في اوائل السور لكنها قطعا في اول الفاتحة، يبقى قطعا في اول الفاتحة حكما في اوائل السور، وعلشان كده احنا لا نكفرنا فيها ولا نكفر مثبتها، خرجنا نفسنا. شفت كلام الشافعية حلو ازاي؟ مع انه لا يكفر. وجوابنا وجوابهم ان التكفير لا يكون بالظنيات، واحنا بنقول ان هي ثبتت ظنا انها آية من اول كل سورة او جزء من آية من اول كل سورة، مش كده؟ ظنا ثبتت ظنا مش قطع.
والتكفير لا يكون بالظنيات، والخلاف إنما هو في بسملة أوائل السور. الخلاف ده محله إيه؟ في بسملة أوائل السور. لكن بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النمل يكفرنا فيه، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النمل دي جزء من آية، قطعا يكفرنا فيها بالإجماع. فهمت إزاي؟ يبقى الخلاف هنا في البسملة اللي في أول كل سورة، مش في بسملة سورة النمل اللي في وسط السورة. فهمت بقى؟ والخلاف إنما هو في بسملة أوائل السور، وأما آية النمل وهي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فهي آية من القرآن قطعا فيكفرنا فيها. فهمت؟ سهلة؟ قوله كاملة، إنما قال ذلك ردا على من قال إنها بعض آية كما قاله الشيخ عطية. وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها كاملة، يعني مش بعض آية، يعني مش الآية الأولانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واحد، لا ده بسم الله الرحمن الرحيم كده واحد، وتلاقي المصحف الكوفي اللي في إيدك معددها واحد، لكن المصحف المدني مش عددها خالص. جيب مصحف ورش وقالون كده ما تلاقيش عددها، كتب بسم الله الرحمن الرحيم مش مدي رقم، الحمد لله رب العالمين واحد، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. طب امال تبقى سبع مثاني ازاي؟ يجي بقى ايه؟ صراط الذين انعمت عليهم حط ستة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين حط سبعة. ده في المدني، المصحف المدني كده عندهم في المدني كده، اللي هو المصحف المطبوع بقراءة نافع ورش وقالون، قالون في ليبيا وورش في المغرب وتونس والجزائر، تروح تجيب مصحفهم تلاقي كده. فهمت؟ كاملة، إنما قال ذلك ردا على من قال إنها بعض آية كما قاله الشيخ عطية. ومن أسقط من الفاتحة حرفا أو تشديدا أو أبدل حرفا منها بحرف لم تصح قراءته ولا صلاته إن تعمد، كان المقام للتفريع لأن ذلك يتفرع على سابقه، وكان الأوضح أن يقول كما قال غيره ويجب مراعاة حروفها وتشديداتها، ويجب مراعاة حروفها وتشديداتها، ويجب مراعاة حروفها مفعول به وتشديداتها، معطوفة على مفعول به بس إيه؟ منصوبة وعلامة النصب الكسرة لأنها جمع مؤنث سالم. ويجب مراعاة ده فاعل، مراعاته ايه اللي يقع عليها بقى الفعل؟ الحروف تبقى مفعول به، مش كده برضو؟ ما هو ايه اللي يقع عليه الفعل؟ إيه الفعل بيقع على ايه هنا؟ على الحروف. الوجوب بيقع على ايه؟ الوقع الوجوب بيقع على المفعول به. انما هي فاعل، ويجب مراعاته، بس هنا فاعل، الواجب هنا ايه؟ المراعاة. ايوه ما علشان يعمل عمل فعل ليه شروط، ليه شروط، هنا الشروط مش متوفرة. ويجب مراعاة حروفها وتشديداتها. ثم يقول فمن أسقط إلى آخره، وقول حرفا أي كأن قال إياك نعبد، قال إياك نعبد إياك نستعين، ما قالش وإياك نستعين، كل الواو دي أسقطها. فهمت؟ بإسقاط الواو كما يقول كثير من العوام، وقول أو تشديدة أي كأن قال إياك نعبد بتخفيف الياء، وإن قصد المعنى كفر، لأن الإياك ضوء الشمس، ولو شدد المخفف أساء وأجزأه كما قاله الماوردي. ولا يخفى أن التشديد هيئة للحرف وليست حرفا، فعطفها على الحرف من عطف المغاير، خلافا لمن قال إنه من عطف الخاص على العام. واضح؟ أو أبدل حرفا منها بحرف، أي كأن قال الذين أو الذين أنعمت عليه، بدل الذين أو الذين بالزاي أو الدال المهملة بدل الذال المعجمة، والفرق بينهم تطلع لسانك او ما تطلعوش، فرق بينهم كده. او قال الحمد لله بالحاء بدل الحاء، سوداني يقول الحمد لله رب العالمين، ايوه يقول الحمد نعلمه، ف
فإن فشل تماما ما يصليش إمام، تبقى تصح لنفسه ما يصليش إمام. نفس الحكاية الحمد لله، يعني يقول الحمد لله ربي يا خبيبي أنا أعلمه ربنا يسر. أو قال الحمد لله بالهاء بدل الحاء، أو قال الضالين بالضاء المشالة بدل الضاد. أنا صليت ورا عراقيين بيقولوا الضاد شوية ضاء لكن مش ضاء خالصة، يقول لك ولا الضالين كده، ده العراقيين يقراوها كده، ودي أصلا الضاد الأصلية. لكن لو قراها ضاء صافية ولا الضالين كده تبقى ضاء مشالة، دي تبطل. ولا الضالين هي كده. أو قال الضالين بالضاء المشالة بدل الضاد، أو قال المستئيم بالهمزة بدل القاف، بخلاف ما لو نطق بالقاف مترددة بينه وبين الكاف، يعني رققها شوية. المستقيم، المستقيم خلاها قريبة من الكاف كده، دي صحيح. كما ينطق بها العرب لأنها صارت مكسورة فتبقى رقيقة شوية، فإنها تصح كما جزم به الروياني وغيره، لكن نظر فيه في المجموع. نظر فيه في المجموع يعني ايه؟ يعني قال يخففها يرققها بس ما يوصلهاش تبقى كاف. يقول المستقيم مش المستكين، المستقيم تبقى قاف رقيقة مش كاف. المسطى لا ما مش مشكلة مش هتفرق، هي المستقيم احسن. طب ما قعدش على الشيخ، ما قعدش على الشيخ. ما هو لما يرققها ما يرققهاش لدرجة تبقى كاف، لكن يعني لو خلاها رقيقة تمشي برضه، على أساس إن في بعض لهجات العرب كده. لم تصح قراءته ولا صلاته، يعني لو عمل أي حاجة من الحاجات اللي فاتت دي بقى لا تصح قراءته ولا صلاته. جواب الشرط وهو من قوله ومن أسقط، فهو راجع للثلاث صور. قوله إن تعمد أي وعلم، يعني لو تعمد وعلم هذا، لكن لو جاهل ومش متعمد صلاته تصح لنفسه. إن تعمد أي وعلم وغير المعنى، فهي قيود ثلاثة عشان نقول صلاته باطلة، إن يبقى متعمد ويعلم ويغير المعنى كويس عشان إيه نقول له عيد الصلاة. ومثل الإبدال اللحن فتبطل صلاته وقراءته إن كان عامدا عالما وكان اللحن مغيرا للمعنى، كأن قال أنعمت عليهم بضم التاء أو أنعمت عليهم بكسرها. فإن كان ناسيا أو جاهلا بطلت صلاته قراءته بتلك الكلمة. أو أما اللحن الذي لا يغير المعنى كأن قال نعبد أو نعبد بكسر الباء أو بفتحها فلا يضر مطلقا، لكنه يحرم مع العمد والعلم. وقول وإلا أي وإن لم يتعمد، وكذا إن لم يعلم أو يغير المعنى كأن قال العالمون بالواو بدل الياء. وقوله واجب عليه إعادة القراءة أي لتلك الكلمة اللي هو إيه قالها غلط، يعني يعيد الكلمة دي. وما بعدها، وما بعدها عشان الموالاة، يعني كل ما بعد الكلمة الخطأ دي برضه هيعيده لأنه صار كأنه لم يقرأه. قبل الركوع فإن ركع قبل إعادتها بطلت صلاته إن كان عامدا عالما، وإلا لم تحسب ركعة، تسقط الركعة دي ما تتحسبش خالص. ولكن لو كان عالم وعامد تبطل صلاته بالكلية، فهمت؟ ويجب ترتيبها، فلو لم يرتبها بأن قدم كلمة على أخرى وجب استئناف القراءة. استئناف القراءة يعني ابتديها من أول وجديد. يعني ما يدورش والحمد لله. لا انوي المفارقة وريح نفسك، لانه ده دليل انه امام جاهل، فتنوي المفارقة. هو بيقول لو امام عطس في وسط الفتح وحمد الله وبعدين كمل ما كان واقفا عليه، لم يستأنف القراءة من اول وجديد، اصلي وراه ولا ما اصليش؟
اصل انت هتيجي ترده مش هيعرف، مش هيفهم انت اللي بترده ليه يعني، مش هيفهم، لان هو مش شايف نفسه اخطا، فاهم؟ فهيبقى لغط بلا داعي. ففي الحاله دي ايها الشافعي تنوي المفارقه وتكمل صلاتك لوحدك، وبعدين بعد الصلاه تنبهه تقول له لازم الموالاه، ولما تعطس ايه ما تحمدش الله لانك انت في الفاتحه، هاتها ورا بعضها، ولو اردت ان تحمد الله تعيدها من الاول، فاهم؟ ها؟ أو له أن يحمد الله إذا عطس، يعني في أثناء الفاتحة؟ لا. طب في السورة اللي بعديها؟ في السورة اللي بعديها ممكن. في السورة اللي بعديها ممكن، لو جت سورة، لو كانت جنة يقول يا رب اجعلني من أهل الجنة، جت نار يا رب نجينا من النار، جت سيرة النبي صلي عليه، كل ده جائز في أثناء السورة. وأثناء الفتحة برضه ولا يجريها على قلبي مثلا؟ يجريها على قلبه ما يضرش، بس ما يطولش الفصل. ما لا يطول الفصل. مالكش دعوة، خلاص تعتبره بحسن الظن انه راجل عارف كويس، لكن بانت من خلال كلامه. الله اكبر، من اولها، من اولها يا عم، باين من اولها. سمع الله لمن حمده، ما ينفعش كده، حامده مثلا، اي حاجه يعني، حاجه بانت كده ملامح، خلاص بقى. او بانت عورته في الصلاه، جوطه كده، كان لابس تيشيرت فبان نص ظهر، ما خلاص بقى عورته بانت، ما تنوي المفارقه في كل هذه الاحوال، بتنوي المفارقه. ويجب ترتيبها، فلو لم يرتبها بأن قدم كلمة على أخرى وجب استئناف القراءة. استئناف القراءة غير البناء على القراءة، البناء على القراءة يعني كمل على ما إيه؟ ما بدأ، واستئنافها يعني يبتديها من أول وجديد. نعم، لو بدأ بنصفها الثاني وأتى بنصفها الأول واستمر فيها إلى آخرها اعتد بها، إن لم يقصد بأولها التكميل ولم يطل الفصل بينه وبين النصف الأخير الذي قرأه ثالثاً، ويستأنف إن قصد بأوله التكميل أو طال الفصل بينه وبين النصف الأخير. يعني بيقول لك افرض هو عطس وحمد الله وكمل على قراءته، وبعدين بعد كده راح جايب اللي قرأ قبل العطسة كمان وكمل الفتحة تاني، خلاص ما يجراش حاجة، بس بشرط ما يعتبرش إن اللي بيقرأ الأولاني ده يقصد بيه التكميل، يقصد بيه قراءة جديدة. فهمت التفصيل؟ من حيث استخلفه الإمام، يعني الإمام انتقد وضوء أثناء الصلاة أو تعب فاستخلف من خلفه، يبني على ما فات، هم في الركعة الثانية يبقوا في الثانية، الثالثة في الثالثة، في القراءة يا يستأنف، يستأنف، لأن الاستخلاف بيطول فصله، لأنه على ما يشاور له وتعالى ويقدم والتاني يستوعب وبتاع، كل ده بيطول الفصل فيه، بياخد لحظة زمنية طويلة أطول من المعتاد، لأن احنا قايلين علشان يبقى القراءة متوالية حدها إن يدوب على قد ما ياخد نفسه، أو إذا كان بيبلع ريقه، أكتر من كده يبقى فصل ملوش لازمة. حتى لو كان الإمام قرأ الفاتحة خلاص. لا، لو قرأ الفاتحة خلاص، الكلام ده لو استخلفه أثناء الفاتحة. لو استخلفه، لكن لو قرأ الفاتحة واستخلفه أثناء السورة، خلاص ما يعيدش الفتحة. خلاص ما استخلفه سرا، انت هتقدم وانت بفتحتك، انت بفتحتك اصلا، انت ما تفرقش معاك على اللي انت عليه. ما قريتهاش لسه، اقراها، قريتها خلاص كبر بس، سهلة. بأن يقرأ تصوير للترتيب، وقول آيتها أي وكلماتها، وقول على نظمها المعروف أي على صورتها المعروفة، بترتبها في المصحف يعني. ويجب أيضا، أي كما يجب ترتيبها، موالاتها، موالاتها يعني وراء بعضها، أي متابعتها، وقول بأن يصل تصوير للموالاة، ولو كرر آية أو كلمة من الفاتحة فإن استصحب ما بعدها لم يضر وإلا ضر. وقوله من غير فصل تأكيد للوصل إلا بقدر التنفس، يعني ما يقولش مثلا إيه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين،
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. لا جميلة، استطعمها يعني. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، 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 الحمد لله رب. وقعد تاني. لا ما ينفعش كده، دي مش قرايه بقى. ده قاعد بقى بيتعبد بالذكر، وقاعد بقى ايه شغلانه كده عايز يعملها قاعده. لا بقى ما ينفعش، ده لازم ايه يجيب من الاول بقى ويشتغل. فهمت ازاي؟ لكن مثلا لو قال ايه، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يمشي. فهمت ازاي؟ دي تمشي. فهمت الصورة دي بقى؟ لكن التاني قاعد يردد يكرر نفس الآية، فطال الفصل ما بقاش فيه موالاة. يبقى ده خد بالك. إلا بقدر النفس، يعني الفصل بين الآية والآية بقدر النفس، التنفس. أي والعي، العيي أو العي اللي هو إيه؟ قرايته بطيئة شوية علشان مثلا إيه؟ نطقه صعب شوية. يعني يسموه عيي، أو بلع الريق. فساعات تبقى قرايته كده إيه؟ بالراحة شوية على ما يظبط دخلة الحرف على بتاع، لأنه عنده صعوبة في الكلام. مخلوق كده، مخلوق كده. في ناس بيبقى عنده التاكسيا أو تجيله مثلا جلطة، نسأل الله أن يسلمنا، في مركز الكلام، فتلاقي الكلام منه طالع كده بصعوبة، فيقعد علشان يبتدي كأنه بيزق نفسه، فبياخد وقت علشان يبتدي بعد كل صمت. فده يا معلش ما يجراش حاجة، لأنه ده عنده عذره. التكرار ما يضرش، فإن ذلك يغتفر، بخلاف السكوت الطويل عرفا فيقطعها إن كان بلا عذر. وكذا وكذا سكوت قصير قصد به قطع القراءة، ولو سكت سكوت قصير وقصد به قطع القراءة برضو يضر، طالما قصد قطع القراءة. فإن سكت طويلا لعذر من جهل أو سهو أو إعياء لم يضر. ومثله ما لو نسي آية فسكت طويلا ليتذكرها فإنه لا يضر. وكذا لو سكت قصيرا ولم يقصد به قطع القراءة. يلا أذن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله. خلاص ده عاجز، معلش بس ما يصليش إمام الناس، صليش وراه. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لو سكت طويلا عشان نسي الآية بيفكر، ما يضرش. افرض نسي الآية فواقف فترة شوية كده عشان يفتكر الآية اللي بعدها، ده ما يضرش، لأن ده عذر. كويس. والحد الطول وعدمه العرف، إن الناس يشعروا إنه الراجل اتأخر في القراءة شوية. فهمت؟ يبقى ده اسمه سكت طويل. لكن لو سكت طويل بغير عذر يبقى يضر، أو سكت قصيرا ونوى قطع القراءة يضر. فإن تخلل الذكر، أي وإن قل، تخللها بذكر وإن قل، كما لو عطس فحمد الله تعالى في أثناء الفاتحة، فإنه تنقطع قراءته ويستأنف، يبتدي من أول وجديد. كويس. يعني ساعات مثلا أنت بتقرأ الفاتحة مع الإمام بتاعك، فيجي مثلا إيه الإمام بيقول اهدنا الصراط المستقيم، فانت بقى ايه قطعت قرايتك، قلت يا رب اهديني الصراط المستقيم، قطعت قرايتك وبقيت بتدعي، يبقى تبتدي قرايتك من اول وجديد لانك قطعتها بدعاء. فهمت؟ يبقى في الحاله دي زي اللي عطس وحمد الله، دي زي دي،
لأنه قطعها بدعاء. واضح؟ أو ساعات مثلا يقول ولا الضالين قبل أمين، تقول اللهم ارحمني وارحم والدي، وقطعت أنت قرايتك، أنت كنت شغال في قرايتك قطعتها، وبعدها تدعي دعاء عشان إيه؟ ما يقولوا أمين، قال يعني إيه يدخل دعائك كمان في وسط الأمين بتاعتك. وأنت بقى إيه راجل عايز بيستغل الفرصة. يبقى في الحالة دي تعيد القراءة تاني، كل ده يخليك تعيد القراءة من أول وجديد. ليه؟ لأنك قطعتها بدعاء أو ذكر. فهم؟ قبل أمين بتاع الإمام وأنت كنت شغال في قراية فتحتك. لا مش من الفتح، وليست من القرآن أصلا، لم تثبت في القرآن المكتوبة، ده دعاء، دعاء بس يعني تقبل، تقبل الله. علشان فاصل، لأنه دعا. لكن لو قطع قوله أمين بس ما يضرش، لأن ده لمصلحة الصلاة. لكن السورة اللي بقول لك عليها يعيد من أول الفتحة، لأنه قطعها بدعاء، يعني ساب فتحته اللي كان شغال فيها، وقبل ما يقول أمين ورا الإمام قعد يدعي دعوات كتير. لا هو فاهم حاجة، إن المأموم قال ولا الضالين وبعدين الإمام هو قال أي حاجة بعديها خلاص، هل الحالة يعيد الفتحة؟ لا لا، ما لو ما قالش أمين أصلا خلاص، لأن أمين أصلا سنة، أمين بعد الفتحة سنة. إحنا بنقول الركن قراءة الفتحة، قولك أمين دي سنة. فهمت إزاي؟ بس بين موالاتها صواب بين كلماتها وآياتها، لأن الموالاة معنى من المعاني فلا معنى للتخلل بينها، وأيضا عند التخلل المذكور فلا موالاة. قطعها أي حيث كان بلا عذر، وأما إن كان بعذر من جهل أو سهو لم يقطعها، إلا أن يتعلق الذكر بمصلحة الصلاة، أي فإنه لا يقطعها. يعني الناس اللي بتدعي في أثناء قراءتهم دي كلها وجهلة بالأحكام، ما حضروش درس زي ده، ما يقطعهاش عنده، وما تقولوش عيد الصلاة، لكن تنصحه تقول له بعد كده اتعلم بقى، خلي صلاتك كده صلاة علماء، لأن صلاتك كده صلاة جهلة، وصلاة العالم ثوابها أعلى من صلاة الجاهل. فهمت؟ فتقول له بعد كده ما تقطعهاش. لكن اللي يقول لك طب واللي فات، قول له خلاص كنت جاهل، صلاتك تسير على الصح. فهمت بقى المسألة؟ خلاص، ما هو قاعد يدعي كده في وسط الفتحة، طالما هو مش بيقرأ فتحته يدعي، ويبقى يقرأ فتحته من الأول، ما يدورش. لكن الأولى أنه ينصت أو ينشغل بقراءة فاتحته أو ينصت للإمام، ده الأولى، لأن الفتحة نفسها هي فيها كل الأدعية، لو فهم فيها كل الأدعية وما لا يخطر في باله أصلا كمان من أدعية. إلا أن يتعلق الذكر بمصلحة الصلاة، فإنه لا يقطعها كتأمين المأموم في أثناء فاتحته لقراءة إمامه، أي وإن لم يؤمن إمامه بالفعل بخلاف غير إمامه، فإذا أمن لقراءته قطعها. ومن ضمن برضو ما يقطعها وكفتحه على إمامه إذا توقف بقصد القراءة ولو مع الفتح. يعني من ضمن الحاجات اللي لمصلحة الصلاة إنه يستفتح على الإمام، لأن الإمام نسي، ويقصد القراءة لا يقصد مطلق الاستفتاح، لأن لو قصد مطلق الاستفتاح صار كلاما أجنبيا تبطل صلاته به، يبقى لازم ينوي قراءتها. وكفتحه على إمامه إذا توقف بقصد القراءة، بقصد إيه؟ قراءة ما يفتتح به على إمامه، ولو مع الفتح، ولو يقصد معها الفتح. فهم؟ بخلاف ما لو قصد الفتح فقط على الإمام أو أطلق فتبطل صلاته على المعتمد عندنا. عشان كده الشافعية ما يحبوش يفتحوا على الإمام أبدا إلا الضرورة، لأن عندنا مذهب لو فتح على الإمام دون أن يقصد التلاوة أو أطلق فتح على الإمام دون تبطل صلاته على المعتمد في المذهب، فما يفتتحش على ما يفتحش على الإمام إلا في الفاتحة، ولما يفتح على الإمام يقصد التلاوة، يقصد القراءة كمان، إنما في السورة يسكت وخلاص، إلا أن يقصد القراءة بقى، له أن يقصد القراءة ويفتتح على الإمام. يبقى اما يجي يصلحها يقصد القراءة، لا يقصد، يعني يقصد القراءة لا يقصد مطلق الاستفتاح. يقصد
لنيته هو. ولو فتح عليه قبل توقفه قطع قراءته فيستأنف. ولو فتح الإمام قبل ما الإمام يقف وقصر القراءة، لا لا مش مشكلة. لو قصر قراءة واخد بالك وفتح عليه قبل أن يتوقف الإمام، يبقى كده قطع قراءته، يبقى يرجع يستأنف. كل ده في حال المأموم. ولا فرق في الفتح بين الفاتحة والسورة، يعني الأحكام واحدة، يعني حتى لما يجي يفتح في السورة يقصد القراءة، ما يقصدش مطلق الايه الاستفتاح. ودي حكاية دي على فكرة غائبة على كثير من الناس، ده انت تيجي تقف في آية تلاقي كل الجامع ردك. على مذهب الشافعية كل العالم دي صلاتهم تبطل، بس ايه اللي هنبطلها ليهم ليه؟ لجهلهم بالحكم. يعني بنعتبر صلاتهم سيئة برضه بالرغم كده، لجهلهم بالحكم بس، لأنه ده حكم دقيق لا يفهمه إلا من إيه قرأ وتعلم وجلس على المشايخ. وهم لو قعدوا مع المشايخ كانوا تأدبوا، ما كانش يهيج الجامع كده عشان الإمام إيه نسي آية. ما يجراش حاجة، نسيها نسيها، نط آيتين ما يجراش حاجة، ما كله قرآن. افرض الإمام يعني ساب آيتين وقال بعدها بشوية، سيب. كان بيقرأ في سورة البقرة وبص طلع نفسه نقل على آل عمران لتشابه الآيات، سيبه. طالما منطلق سيبه، لان في القران في الصلاه انت مش مرتبط بترتيب الايه السوره داخل السوره، انت بتقرا ما تيسر من القران. مش ربنا بيقول فاقرأوا ما تيسر منه؟ يعني ممكن اقرا ايه من سوره البقره وايتين من ال عمران واروح ناقل على سوره طه واروح جايب لك ايه في سوره قصيره في الاخر واقول الله اكبر وزن تمشي وارك، ما فيهاش مشكله. يعني مش قضيه كبيره ان الامام بيقرا في ال عمران راح نقل على النساء، اروح انا مرده تاني ومرجعه، لا سيبه. أرد وأرجعه لما نبقى برا الصلاة وقاعد بيسمع لي سورة آل عمران، ألاقيه دخل في النساء أقول له لا ارجع. فهمت؟ لكن الصلاة مختلفة. الصلاة فاقرأوا ما تيسر منه، فهمت؟ والأحكام دي ما بياخدش باله منها كثير من المسلمين، لأنه للأسف ما تعلموش أحكام الصلاة بالتفصيل. أدي كل الحكاية، وتعلمها من ابتدائي ومشي على الصلاة على طول زي ما تعلمها في ابتدائي وفي الحضانة وخلاص. قليل بقى من اللي درس تفاصيل كثيرة فعرف الأحكام دي، عشان كده ما بتصلي وراء يعني أمام عالم من العلماء وتلاقي نفسك يعني دخلت في سورة تانية ما يردكش، سيبك. مش معنى كده إن هو مش حافظ، ده حافظ قدك مرتين وعشر، لكنه عشان هو عالم فاهم الأحكام. أدي كل الحكاية. حتى بعد الصلاة ما يقولكش كمان أنت دخلت في سورة غير السورة ولا بتاع، ولا كأنه حصلش حاجة، صلاتك تمشي عادي خالص، ولا كأنه صلينا كده وراء يعني علماء من مشايخنا. وكان الامام تبص ليه يقرا في ايه فيجي لتشابه الايات ليه ينط في سوره ثانيه ولا يرد، ولا بعد الصلاه يقول له انت عملت حاجه كمان، عادي خالص، لانه فاقرأوا ما تيسر منه. فهمت بقى المساله؟ بحيث ان هو ما يرجعش للسوره عشان يرد، طالما غير متعمد، طالما غير متعمد يجي قبلها يبقى اسمه ناكس للقران، لكن لو رجع لبعدها ما يدورش برضه. يعني نط على آل عمران ورجع تاني البقرة بس في بعد ما كان، ما يدورش، كل ده ما يدورش طالما جوه الصلاة. فهمت ازاي؟ لان المقصد تقرأ ما تيسر من القرآن. لكن على اي حال لو اردت ان تستفتي على امامك وتزبط له قراءته يبقى انوي القراءة، مش تنوي مطلق الرد وخلاص، لا تنوي القراءة. واضح؟ ولو كلمة في الآية ولم يغير المعنى سيبه خلاص. لو هغير المعنى تنوي القراءة وتصحح المعنى، زي إن الأبرار لفي جحيم مثلا كده غير المعنى. أو ما أنا أروح ناوي القراءة في قلبي أقول إن الأبرار لفي نعيم وأنا بنوي القراءة، يوم هو يدركها. فهمت إزاي؟ حتى لو ما أدركهاش أنا صححتها. فهمت بقى المسألة؟ أما إذا توقف بقصد القراءة ولو مع الفتح بخلاف ما لو قصر الفتح فقط أو أطلق فتبطل صلاته على المعتمد. ولو فتح عليه قبل توقفه قطع قراءته فيستأنف. ولا فرق في الفتح بين الفاتحة والسورة. وكسؤال الجنة إذا سمع من إمامه آية فيها ذكر الجنة، والاستعاذة من النار إذا سمع منه آية فيها ذكر النار، وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع منه آية فيها اسمه أو نحو ذلك. كل ده يقطع الموالاة،
في قراءتك انت. يعني انت بتقرا فتحتك واخد بالك ازاي، والامام جاب سيره الجنه في قرايته، فرحت انت سايب قرايه فتحتك قلت يا رب اجعلني منها يا رب، اهدنا الصراط المستقيم صراحة. ما ينفعش، فهمت ازاي؟ يبقى ما ينفع. او جاب سيره النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صلى الله عليه وسلم وكملت، يبقى قطعت الموالاه. خدت بالك؟ كل دي صور لقطع الموالاه. ومن جهل الفاتحه اي لم يحفظها وقوله وتعذرت عليه قيد لابد منه، بخلاف ما اذا جهلها لكن لم تتعذر عليه لو لوجود معلم مثلا فانه يجب عليه قراءتها. وقول المحشي هو عطف تفسير خلاف الظاهر لعدم معلم مثلا او مصحف او نحوه، ومثل ما لو لم يجد اجرة تعليمه له او لم يقدر على ما يوصله اليه قبل خروج الوقت بما يجب صرفه في الحج، يعني صرف الوجوب يعني في الحج. واحسن غيرها، يعني لو قال له هتلاقي واحد يقرا لك الفاتحه وتصلي في الحته الفلانيه، لكن لو راح له هينقضي الوقت، هيدخل الوقت اللي بعد، يبقى ساعتها عجز عن قراءه الفاتحه. واحسن غيرها اي غير الفاتحه، وقوله من القران بيان للغير مشوب بتبعيد. وجب عليه 7 آيات، ونقف عند هذا الحد، نكمل ان شاء الله يوم السبت القادم باذن الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بانوار نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكرون غفر عن ذكره الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا